نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي مع عودة الحديث عن المبادرات الدولية لاستئناف مفاوضات السلام في اليمن وإيقاف الحرب. تعود المطالبات بتشكيل اصطفاف وتحالف وطني عريض للقوى السياسية المساندة للشرعية. قالت 7 أحزاب يمنية أنها تعتزم تأسيس تحالف وطني لدعم شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي ومواجهة جماعة الحوثي وحلفائها، وأن إشهار التحالف سيكون خلال الأيام القادمة في العاصمة المؤقتة عدن. الأحزاب هي المؤتمر الشعبي العام، الموالي للشرعية، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي. إذا سوف نتناول في هذا المحور مشاهدينا الكرام أهداف هذا التحالف الوطني المزمع إشهاره من عدن، وما حاجة الشرعية اليمنية إليه، ولا أي حد سيساهم في دعم وإلساء السلام واستعادة الشرعية. إذا حول هذا الموضوع معنا ومستمر وجوده معنا الدكتور عادل المسني المحلل السياسي المعروف. دكتور، إذا نتحدث عن هذا التحالف وفي ظل هذه الحرب التي تشهدها البلاد، بداية كيف ترى هذا التحالف وإشهاره في هذا التوقيت؟ أين كانت هذه الأحزاب؟ هل غابت أم غيبت عن المشهد؟ هي بلا شك غيبت، لأنها صلب العمل السياسي في اليمن، وهي التي تحمل المشروع النهضوي، وهي التي أيضا تقود عملية الحراك السياسي الواسع، وهي الكتلة الصلبة المهمة داخل المجتمع اليمني. عودتها في هذا الظرف طبعا مهم للغاية، على اعتبار أن الشرعية تعرضت لحالة من التجريف الواسع في ساحتها، سواء في المناطق المحررة أو مثلا تشكلت هناك كيانات كثيرة جدا في الجنوب، كيانات ترفض تماما الشرعية والتعامل معها وتتبع دولة الإمارات، وبالتالي في الشمال أيضا هناك انقلاب يرفض بالمطلق المرجعية والشرعية، ونحن ضعنا في الوسط، وبالتالي عودة وفي هذا الظرف الحرج والظرف الحساس تمرر أيضا تعود المبادرة من جديد وتعود أقوى العمل السياسي، وبالتالي موقف الشرعية ضعيف للغاية في ظل هذه الكيانات الموجودة والتي تعمل أيضا وتحرض ضد أيضا منهج الشرعية وضد المرجعيات، وبالتالي المرجعيات هي صمام الأمام بالنسبة للشعب اليمني وللشرعية وللأحزاب. أعتقد أن حودة الأحزاب في هذا الظرف الحرج ويسند ويرفض تماما المد الشرعي، ولابد من عودة الأحزاب لتشكل أيضا كيان ضاغط وقوي تتمسك بالشرعية وتدعم الشرعية، خاصة في ظل هذا الانفلات والتهتك في المشهد اليمني. يعني هل هي قادرة هذه الأحزاب من خلال هذا التحالف أن تحدث فرق؟ يعني تتحدث أنها يجب أن تكون موجودة وربما ترفض الشرعية وتقف معها، يعني هل هي قادرة فعل أي شيء في هذه المرحلة؟ هل سوف تترك لها أن تقوم بأي شيء؟ هناك من يقول ربما هي غيبت بفعل التحالف والآن هناك ضوء أحمر أو عفوا ضوء أخضر لتواجدها وعملها الآن. كيف تستطيع أن توضح لنا هذه النقطة؟ هل هي الآن متواجدة بسبب رضا التحالف أنها تقوم بدور ما الآن في هذا التوقيت؟ حقيقة الأحزاب موجودة ولها حضور واسع داخل الساحة اليمنية، ولكن نتيجة للحرب ومضاعفات الحرب وأيضا خشية التحالف من قوى الشرعية بشكل عام والثورة وخاصة دولة الإمارات بشكل كبير، واجهت الشرعية سواء بقواها العسكرية أو حتى بالسياسية، ومارست حالة من الفوضى والعبث الكبير في ساحة الشرعية، وبالتالي نتج حالة من الضعف الكبير للشرعية نتيج عمل منظم ومخطط تقوده دولة الإمارات، وأيضا عمل سياسي كبير أيضا ومحاولة فرض أجندات خارج الشرعية، بالتالي شوش كثير على الأحزاب، وأيضا حاولت تعمل على تمزيق الجبهات الداخلية والجبهة الوطنية الموحدة للأحزاب، ووضعت كثير من العراقيل، وأيضا استحدثت حالة من الشجار داخل الأحزاب فيما بينها، وبالتالي هذا أضعف حقيقة القوى السياسية في الداخل اليمني، وأضعف أيضا تأثيرها داخل الساحة اليمنية. عودة التحالف لتفعيل هذا الملف هي لها حضور ولها وجود، إذا وجدت نية ورغبة حقيقية من التحالف وأيضا لدى الأحزاب، وأعتقد أن هناك أيضا حالة الفشل الكبير والتراجع والتردي والتدهور في المسألة السياسية، وظهور أيضا مخاطر كبيرة تهدد الوحدة والنسيج اليمني. سواء طيب دعنا الآن دكتور نستمع لرأي الأحزاب، وربما من ضمن من أعلنوا هذا التحالف رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني الإصلاح السيد عدنان العديني، عفوا نائب الرئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني الإصلاح. نرحب بك سيد عدنان.
اهلا وسهلا بكم. مساء الخير. نعم، اذا نحن نتحدث عن اهميه هذا التحالف الذي تم اشهاره، يعني ما اهميته في هذه المرحله سيد عدنان؟ اولا اود ان اوضح نقطه، وهو ان هذا التحالف يجري لاحداثه من فتره طويله، لم يستحدث الان. لم يكن وليد اللحظه. لم ياتي نتيجه القبول او عدم القبول، الرضا او عدم الرضا من جهه، هو كان يعني كانت الفكره يعني نشات منذ وقت مبكر وتقريبا لمده سنه او الحوار التجري بين الاحزاب السياسيه واعداد الوسائل تمت خلال الاشهر الماضيه. اذا هو حاله طبيعيه، حاله نشات في سياق طبيعي. الفكره نشات في سياق طبيعي نتيجه للمعركه التي تعيشها اليمن، المعركه التي تخوضها اليمن يعني هي معركه النظام السياسي كله بما فيها السلطه وايضا الاحزاب السياسيه. نحن لا نخوض يعني منافسة انتخابية بحيث تذهب الأحزاب بعيدا عن السلطة في هذه المرحلة، بل نخوض معركة مصيرية. وهذه المعركة المصيرية على الجميع أن يكون في جبهتها، سواء السلطة أو الأحزاب السياسية. إذا النظام السياسي كله هو يخوض هذه المعركة، ومن المهم أن يكون له أيضا دعم شعبي، والدعم الشعبي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الأحزاب. الدولة نفسها في حالة الاستقرار هي تحصل على الدعم الشعبي من خلال العملية الانتخابية، والعملية الانتخابية الوسيط ما بين الشعب والسلطة هي الأحزاب السياسية. طب هل تأخرتم سيد عدنان؟ يعني تحدث أنه قبل سنة يجري الإعداد لهذا التحالف، هل تأخرتم يعني للآن خلال سنة كاملة يعني تقومون الإعداد؟ ألا يعتبر أنكم يعني تأخرتم نوعا ما؟ والله أنا أعترف أنه حصل تأخير في هذه المسألة. هذه المسألة حصل فيها تأخير ولم يعد مقبولا أبدا أن يستمر هذا التأخير. الأحزاب السياسية هي تعمل في جبهة الشرعية من وقت مبكر، وأعلنت مساندتها للشرعية وضد الانقلاب بشكل فردي، ولم تكن الصيغة السابقة للتكتل السياسي اللي هو اللقاء المشترك قادر على لمسة المشهد السياسي كما كان يحصل قبل الثورة، وبالتالي كان لابد من صيغه جديده. هذه الصيغه الجديده تستطيع ان تتسع لجميع مكونات الجبهه الشرعيه من الاحزاب السياسيه والحركات والمنظمات وايضا القوى الاجتماعيه التي اعلنت مساندتها للشرعيه. حصل تاخير نعم، لكن هنا يعني لابد لم يعد مقبولا ان تتاخر هذا الامر. اريد ان اضيف امر اخر في بيان الامس. بيان الامس ركز على نقطه الاعلام الى الان يغفلها، وهي التاكيد على ان الشرعيه في اليمن والاحزاب السياسيه لن تقبل بالخروج عن المرجعيات. هذه رساله موجهه الى اجتماع الرباعيه في لندن الذي سيكون يوم غدا. الرباعيه يعني كانت تورطت في دعم مبادره كيري في السابق، ومع ما تحمله من تجاوز للمرجعيات الثلاثه المحليه والاقليميه والدوليه، وجاء هنا البيان يؤكد في حال استباقية أنه لا يمكن أن يتم القبول بأي نتائج للاجتماع الرباعية ما لم تكن هذه النتائج مرتبطة بالمرجعية. أظن أن هذا الأمر يبدو أنه كان أهم ما في البيان، يعني بشكل يوازي موضوع التحالف نفسه. والإعلام ركز على التحالف ونسي هذه النقطة التي هي جوهرية ومفتحة، وغدا سيكون اجتماع الرباعية والبيان أكد على أنه لا يمكن القبول بأي نتائج خارج المرجع. يعني هل أنتم الآن قادرون من خلال هذا التحالف أنكم يعني تشكلون ضغط معين لعدم إغفال ربما أي تسوية أو أي مبادرة لا تتوافق مع المرجعيات الثلاث؟ والله بالنسبة لي للأحزاب السياسية دورها ليس طارئ. الأحزاب السياسية هي جزء من المبادرة الخليجية، بمعنى أي كلمة لا من الأحزاب السياسية قد تعطل المسار السياسي كله. يعني الأمر ليس مصطنعا في اللحظة هذه، إنما هو تراكم. هذا الدور للأحزاب السياسية هو تراكم لمسقط عليه المرجعيات السابقة، ومن هذه المبادرة الخارجية التي تنص بشكل رئيسي على الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في هذه المرحلة الانتقالية حتى نهايتها. جميل. والمرحلة الانتقالية لم تنتهي، وبالتالي الأحزاب السياسية ما زالت ركن أساسي، حجر زاوية في العملية السياسية في البلد.
نعم جميل. لو عدنا لهذا التحالف سيد عدنان، يعني نلاحظ أنه طبعا سيتم إشهاره طبعا من عدن، ونلاحظ أنه لا يحمل بقوامه ربما المكونات الجنوبية الحراكية، لماذا؟ التحالف هو ضم في مكوناته كل الأطراف التي تسلم بنتائج الحوار الوطني. الحوار الوطني الذي يذهب بالبلد نحو دولة اتحادية، وكل الأطراف التي تدعم الشرعية موجودة بما فيها الحراك المشارك في الحوار الوطني. كل الأطراف التي اشتركت في الحوار الوطني موجودة في هذا التحالف، بالإضافة إلى أطراف أخرى يعني ظهرت مع المعركة الأخيرة أو الحرب الأخيرة. نعم. القاعدة الأساسية التي نشأ عليها هذا التحالف هو الحوار الوطني والتأييد للشرعية. نعم. أي قوة لم تكن في الحوار الوطني طبيعي أنها لن تكون فيه أو لم تساند الشرعية. في المقابل نحن البيان الذي صدر أمس فيه إشارة إلى هذه النقطة، على أن الأحزاب السياسية وأيضا الرئاسة والحكومة وكل مكونات النظام السياسي اليمني لن يقبل بالمساس بالدولة الاتحادية وبوحدة البلد. وايضا كان في اشاره الى انه اي دعم لجهات مناطقيه تهدد الوحده الوطنيه ستكون مرفوضه. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا نائب رئيس الدائره الاعلاميه للتجمع اليمني الاصلاح، شكرا لتواجدك معنا سيد عدنان العديني، حدثتنا عبر الهاتف. لو عدنا دكتور عادل، يعني هو ايضا اللافت ربما كما يعني تحدثنا مع الاستاذ عدنان انه ليس هناك مكونات جنوبيه حراكيه موجوده في هذا التحالف، هل سيضعف هذا التحالف؟ هل سيضعه يخوض ربما بايضا نزاعات معينه في المستقبل؟ لا، بالنسبة للحركات الجنوبية هي ارتهنت إلى المشروع الخارجي سواء الإماراتي أو الإيراني، وبالتالي قبلت أن تخرج أيضا عن المسار الوطني وعن القضية الوطنية الجامعة التي اتفق عليها وكل القضايا الوطنية التي اتفق عليها في الحوار، وبالتالي هي تحرث في مجال آخر، وقبلت أيضا أن تكون أداة لهذه الدول، وبالتالي هي من تخرب الآن الأجواء السياسية والأمنية داخل عدن والمناطق المحررة، وهي من تصطدم مع كيان الشرعية في هذه المحافظات، وبالتالي لا يعول عليها أن تكون جزء من الحل في هذا الظرف الحرج التي ايضا تواجه الشرعيه الانقلاب، وتواجه ايضا مؤامرات خارجيه تحاول ايضا ان تفرض مبادرات تخرج ايضا عن المرجعيات. نعم، طب هل الان يجري تهميشه؟ هل هو هذا الحل الان؟ الا يعني سبب غيابها ربما يحدث هناك ربكه بالمشهد السياسي مثلا في عدن وحتى في المناطق المحرره؟ لا، نحن نتكلم عن أحزاب لها حظورها داخل الشارع اليمني، وأيضا هم يتحدثون عن تواجدهم في الشارع الجنوبي أيضا، يعني فكلهم يتحدث أنه الشارع أيضا والشعب معه، فبالتالي كيف يتم التعامل مع هذه النقطة؟ نحن حينما نتكلم عن مبادرة، كل هذه الكيانات هي لا تؤمن بهذه المبادرات ولا بالمرجعيات، وبالتالي من غير المعقول أن تصطف مع الأحزاب التي تشكلت الآن لتقدم رؤية معينة في سياق هذا هذه المسألة. فبالتالي نحن نتكلم عن الأحزاب والقوى الوطنية الموجودة في الساحة اليمنية سواء شمالا وجنوبا، والتي تقف تماما مع المرجعيات وتريد أن تحافظ على هذا الخط الواضح في الصدام المحتدم سواء في الشق السياسي أو العسكري. في المسألة السياسية الآن هناك مبادرة وهناك اصطفاف جماهيري من خلال قصدي حزبي واسع من خلال هذا التظاهر الآن، ومن خلال عودة تفعيل الأحزاب باعتبارها الحاضنة واسعة للشرعية والقوة المؤثرة التي لها حضور فعلي على الميدان، وبإمكانها أن تقلب المعادلة وتقلب الموازنات إذا ما استطاعت فعلا أن توحد صفوفها، توجد صيغة معينة للعمل المشترك داخل الأحزاب، وبالتالي أعتقد أنه سيكون لها أيضا تأثير كبير على مستقبل الأحزاب. نعم، ونحن نعول عليه كما تحدث دكتور بقلب ربما المعادلة الآن والموازنة. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل المسني المحلل السياسي، شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة، ونشكر كل الضيوف الذين انضموا إلي في حلقة الليلة. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.